أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومنها خبر إن وأخواتها، أي من المرفوعات خبر إن وأخواتها، أي أشباهها من الحروف الخمس الباقية. وهي أن وكأن ولكن وليت ولعل، وهو مرفوع بهذه الحروف لا بالابتداء على المذهب الأصح، لأنها لما شابهت الفعل المتعدي كما يجيء عملت رفعا ونصبا مثله. لما دوا توابون كوتاي بحثمان لبابتي مبتدا و اجينا سر نواسخي مبتدا لردا جنابي مصنف تل مرفوعات تل منصوبات لسر نواسخ زور ناوستي بو بدلي لوي نواسخ دو بشن يا حرف يا فعل حد كان لباسي فعل حرف داخسان ليك، مثلا انا كافعال ناقصا او انا كافعال قلوبا بقشتي لبحثي فعل داقسان ليك إيه. وأنا شيئا كحرف نوكو إنو أخواتي إنو حروفي بلين نفي، وأنا دوبارة هل لبحثي حرف داقسان ليك جابوها لردا باس لعمل كان دكرد إنا باس أو كأم فعلان أم حرفان أم فعلانا تشيان لبسر دي تشغوران كاريك تشعالو غوريك بسر دي بقشتي لردا برزيان قصيلة سرناكا على باسي مرفوعات ومنصوبات او هل دي جيلي بوشويني خوي خدا بشتيوان بيت إيه. ومنها خبر ان اللحن دي نسخي كدا من هاي كدانية او بابزان بلان لم نسخي من ده تياتي اقا تيشيا نبي اشكالي كدانية باشا جا منها بشيك المرفع اي من المرفوعات خبر ان واخواتها، أي من المرفوعات خبر إن وأخواتها إشارة بنو أويا كخبر مبتدايا من المرفوعات بنوعك بلين خبرك مبتدا من المرفوعات خبرك يأتي إيه أخواتي يعني كي نكتيكي زريف دل دل أي أشباهها أخوات جمعي أختاه إما لفقيتي دا أمانا كلمة أخو أخت كالعربي دا دهاتنا بيشوا حرب خشك بحن معنا دا كدين بلا معناه كي بيتاما معناه که هیچ تاموتیجی که تدانی ام تفسیری مولانای جامی زود تفسیری که نفرم ای اشباهها باشا یعنی لیره دا اما استعاره یعنی اشباه باشا و اخوات لیره دا با امانت ورد جیره بو اشباه و نظائر باشا که که بو چون که لبینی امانه دا لبینی هاو نوع کانی اینو این دا بنوع که نزیچی و وگ یک چون هیا هر وکو لبینی خوشک کند هیا مثلا کاملا افراد که دست خوشکی کن آوا تماشا انکی دزانی کمان خوشکی کن دی اینش لگل او حرفانی که او تقارب و تماثل که پی که هیا لبینی خوشک کند لبینی آنج ده هیا جابوی اخوات بنوعک با استعاره ود جیره بو اشبه نظر یعنی که گوتمان اینو اخوات یعنی اینو هاوی نکانی آوا باشا ایه وهي من الحروف الخمسة الباقية لو بينش حرف أنا كما هو نوعاً، وهي أن وكأن ولكن وليت ولعل أم بينجان البشر جاء وهو هو بو خبرك أتيته خبر إن مرفوع بهذه الحروف لا بالابتدائي على المسألة الأصحي، أم خبري إن وهاو نوع كاني مرفوع بم حروفان بإن وأم بينجانك نجب ابتداء برابري مذهبي أصح بشر جاء أرزي بلاي خوما كم وكوكو فيا كان نزاري أنوايا كدلين خبري إنا بابتداء مرفوعة باشا أو أمشتا قسيكي زعيفة لواقع دا أيش أويا ابتداء عامل هيا بلان عاملكي زعيفة واختيك شتك قبيتر لوي كإنيا هيا أسر دانا نرتاز ابتداء تقول لي وأو بحثك اللباب تشواري مغني دا كردو ما نكاتي خوي بقرآن أما دا بحثي كنا خوش إن شاء
أويش لسر عتف بوصل اسمي إنا باشا كبحث يك وردة بلان ليرة ده هر أوندا دلين دليلي كوفيا كان صي كوفيا كان ضعيفة بو دليلة كابتداء أجر خبري إن مرفوعك اشتكي ضعيفة بو لبرو خد ابتداء عاملي كي معنوية إن عاملي لفظية لقلبوني عاملي لفظي عاملي معنوي هيك كاركي في ناكرت أو يا بحسك باشا لأنها لبرأوي أم حروفان أما بو حروف أتيتواني لما شابهت الفعل المتعدي شابهت فاعلك بو حروف أتيتواني الفعل مفعولكيتي لبرأوي أم حروفان لكاتك وكو فعل متعدية وكو لو بدوان لشو لا لباس الحروف ده كما قصها اللي هناك من ليرة لا هلي دقلين بو شوني ما ينوى ديقيني أو شوني ماشين قطان سلامة شيشنيا جاء وقت لبر أو الشبيه بفعل متعدي وكله وبدواده عملت رفعا ونسبا مثله عمل دكن هم مرفوع دكن هم منصوب دكن مثله اه تاولت كاك جان هي كاسد هو فعل متعدي وكو فعل متعدي مرفوع دكا منصوب دكا آن شرب الجريع أمان شباكا بفعل متعدي وهي كاري كانوكو كاري فعل متعدي وهي إذا تشك وهو أي خبر إن وأخواتها أرزي براني خونكم المسند إلى شيء آخر صند زرينجا جامي دل المسند إلى شيء آخر أوزع جاود دواي ورد بينا ولي بيدا جنك أما لم وسطي مسند بعد دخولي دا أم كلمة يسيئت كدوا إلى شيء آخر أو نكتيك زريفي تدايا خبر إنه هاو نوع كاني إسناد دراوة بلوشتي چكا باشا لك دوا داخل بوني يشك لهم حروف على بعد دخولي إحدى هذه الحروف عليهما لدوا داخل بوني يشك لهم حروف على عليهما بوصل اسمك وبوصل خبرك باشا جالي ردا لهند النسخي كده أم نسخي من إحدى يا بلان هند النسخي كأحد هاتوا إيه باشا جالفزي أحد يا إحدى كزياد كر بووي تعريفك بس التوابي أفراد معرفك كلا إن وتاوك اللي تولع عليا بيقرة ولا واقعدة إيه؟ فقوله المسند شامل لخبرك أنا وخبر المتلي وخبر لا التي لنفي الجنس وغيرها كفرمي جنابي يعني أم متني أم بشي خبر إن وخواتك أو اندي ومنها خبر إن وخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل إن زيدا قائم إن زيدا قائم وأمر كامل خبر المبتدئ إلا في تقديم إلا يكون إلا أن يكون الخبر ظرفا يعني أون دي قدك يعني خدي متنك كافية أون دي إيه جادل جنابي ابن حاجب كده فرمي وهو هو المسند بكلمة مسند أما الجنس أمشتانا دينا جير تعريفك باشا شامل أبو خبري كانت شو كيوش مسند أبو خبري متدأ أيوش مسند خبري لا ينفي جنس أيوش مسند غير أوان مثلا خبري ما ولا مثلا بونمونا أيوش مسند أتعول تكاكا مثلا مفعول دوام لبابي أفعال قلوب أيوش مسند أتعول تي يعني كوتي هو المسند هم أمانة دقريتوا إيه بلان إما دمانه فقد مسند بي أم مسند فقد خلاصي كلام لواقع نفس الأمر دا لباب حرف مشتبه فعل دا أو بمينته تابين أو كان كبتش ندروا كفرمي وقوله بعد دخول هذه الحروف أخرج جميعها عنه وقت يفرمي باشا وقت يفرمي بعد دخول هذه الحروف تاولي تبابا وقت أوي زياد كير مصنف أوي هنا أو فصلك باشا فرمي دوا داخل بني أم حرفانا أخرج جميعها عنه أو جميعها كبو خبري كان وخبري منتدى وخبري لين في جنس أو ناتشي تربوه منين هي عنه باشا عرزي جناب الدكم بو خبري إن ناتشي تواني همو أواني كرد داري لشي كدين لكدين يداري لشي كدين يداري لا خبري إنك إن يداري يعني أوانا مسندا أما أم حرفان لسنة مثلا خبري كان أوي لسنة خبري مثلا أوي لسنة خبري يعني في جنس مثلا أم حرفان لسنة أو بو بفصلك وتعوض
والمراد بدخول هذه الحروف عليهما ورودها عليهما لإيراث أثرها فيهما لفظا أو معنا. باشا، فلا ينتقد التعريف. جوان جو بقدن على ما بس بداخل بني أم حرفانك ابن حاجب دفرمي هو المسند بعد دخول هذه الحروف، على ما بس بداخل بني أم حرفان عليهما بوصل اسم خبر إن آوة. باشا، ما بس بداخل بني أم حرفان بوصل أمانة ما بس كتش ورودها عليهما وارد بني أم حرفان حاكب حروف مشبه بفعلستو أم حرفان مشبه بفعل وارد ببن عليهما سر اسم خبرك بو لإيراث أثرها لفظا أو معنا. بو إيراث يعني بو إثبات كدن وإيجاد كدني. باشا، أثري أمانة أثري أم حروفانة أو حاكة بو حروف ستواني بو أم حروفانة يعني إنو تالي تولى على ستواني لبر إثبات كدن داناني أثري أم حروفانة فيهما لإسم خبرك لا چلا لفظا چلا معنا دا جاوزي بعبارتك تواكين توضيح حكمان هي لنتيجة لا. فلا ينتقض التعريف بمثل يقوم في قولنا إن زيدا يقوم أبوه، فإن يقومها هنا من حيث إسناده إلى أبوه ليس مما يدخل عليه إن بهذا المعنى، بل إنما دخل على جملة هي يقوم أبوه. إيه على كدلي أم خبري باب إن مسندا دو داخل بني أم حرفانا ما بس تشي اللوي كأم حرفانا داخل بن ما بس تفضل ما بس إيما طوك أم حرفانا داخل ببن سر أمانا سر أم اسم خبرة ما بس من أويا أمانا وارد ببن سر يان بو داناني أسري أم حرفانا بو أم حرفانا أسري خويان وهيلا لإسم خبرك دا هم للفظة أسر دابنين هم لمعنى دا. باشا، إيه للفظة أسر شون دادنين بعملك يا أو مبتدائي منصوب داكن ديكن إسم بخوان خبري رفعي بيشوكي ليه دستنواني خبرك مرفوع داكن ديكن خبر بخوان. باشا، أسر للفظة أما لمعنى دا. باشا، لمعنى دا أثر چون دادنين لإسم خبرك دا أثر آوة دادنين كاكا معاني أم حروفانا چيش دكرين وقتك أم حرفانا دس نسر اسم خبرك معاني أم حرفانا چيش دكرين نسر اسم خبرك. باشا، مثلا بونمونا إنا مثلا بونمونا مفيد تأكيدا. باشا، أرزي جناب الدكم وأم تأكيدا لمتدا خبرك دا بدز دت. آه زود شك جاء علي ردا برسالة قدت بيشه والدلي وقت يتو دلي أثر دابنه للفظ لمعنى دا أول معنى دا بلا مثلا إن بو تأكيد باشا كاكا إيه دي أم تعريفيتو بمثالك لشيوي إن زيدا يقوم أبوه الله وشيتوا چون علين يقوم إسناد رابر أبوه چونك أبوه مسند إليها يقوم مسندا دي يقوم إسناد راو برو أبوهوي ناشكر إسناد بدل برو زيدي يقوم مقال خبري إننيا إنا حرفك حرف المشرف له زيدين اسمك يقوم خبرك إن يبع كابلة آوة دلية صفصة ماليكا كابلة دلية يقوم إسناد راو برو أبوهو خبري إنشا كتي إسناد راو بو اسمك كزيدا إسناد راو بو أبوي پیشوانه او که ابنو حاجب فرمی هو المسند بعد دخول هذا الحروف استه حرف کان داخل بونو کو این نبه بلان یقومو مسند نیه برو زیدی مسند برو ابوه. باشا، قد که کاکا اوی بحثه کجا کابرا دل ام تعریفو ام بوچونو ام تاوچوی که جنابیانو کو ابنو حاجب کردی خورای بو چونك يقوم بجي او مسند بابو زيدي مسند بو ابوه لان تزا تعريفك هل وشايوه جا جنابي عند فرمي فلا ينتقض التعريف فيك في جزائية بلين في سببية في فضلك يا جوزان في تفريعة وقت ما بس بداخل بني ام حرفانه وارد بني ام حرفانه بوصل اسم خبرك بوي اثر دا بني ام حرفانه لاسم خبرك دا هم للفظة هم لمعنى دا لنتيجة لا تعريف كمان هلا وشته باشتق وكو يقوم لو دا كيف مثلا إن زيدان يقوم أبوه بو
لبر أو ضل فإن يقومها هنا يقوم لم مثال دا من حيث إسناد إلى أبوه لم جهة ترى كي يقوم إسناد لا وبرو أبوه ليس مما يدخل عليه إن بهذا المعنى أقال لو أنا نية كداخل ببيت عليه سر يقوم إن أب معنى كمعنى كوي أسر دابني هم للفظ ولا معنى دا بمعنى واقعا لو أنا نية كإني توبيت سر أي بل إنما دخل على جملة هي يقوم أبوه لنسخة كذا هاد نسراو على جملة يقوم أبوه هاد لا يدرسها بل كبابا أم إن لردا شو تسر جملة كجملة يقوم أبوه وتبرزم يقومون ناتوان التعريف كيما هالوشينية بل يقوم مسند برو أبوه بم اعتبارك وكو بحثيك إن للا لفزا نلا معنى دا أسري داننا أما راسا بلان برزم إن شو تسر جملة يقوم أبوه أعوية بحثك تعريفك هل ناوشتو بو شونك يقوم خوي إسناد روا برو أبوه دو داخل بوني إن باشا لنتيجة دا كابرا أعوى سؤال لك دالي ديخو توقت دبيتا أو خبرة دبي إسناد بدري برو اسمك أيوان يا إما دالي نا أو ما بزنية لردا جملة خبرة بو إن بلا يقوم خوي وكو إسناد راو أبو أبوه بلان جملك كجملة فعلية خد يقوم أبوه حمل لفظة البتا أو دبيتا محل ركان دا عملية تيدا كردوا وحمل معناش دا چونك تأتي لك ويقراتو تسر زيدي وجملة يقوم أبوه ولولا شو أو بباري تأتي لك بباري معنى كده ولولا شو بباري عمل دا أو لفظ زيد دا عملي كدوا لمحل جملة يقوم أبوه دا عملي كدوا كمحل كمحل رفع إيه زود شاكا إيه جالي ركان دا لا يقوم دابتنية تأثيري لفظي ومعنوي إن مفقودة بلان مجموعي تأثيري لفظي ومعنوي كا باشا لمجموع يقوم أبوه دا هيا شوكا محلي جملة كوكو عرزم كندم رفعيا وهر بوجورا تأكيدك شامل حالي أبيش دبيت وكو شامل حالي اسمك دبيت وتتأكيدك ليردا هر زيدي نقطة توبة تانية بلد أو جملة شي كدوتو كجملة يقوم أبوه أما النكتية كيفوق العادة الزريفة تشند أستادانا ام بابتا دور دخاته و جيتالا خليكا فيمان دقلن او جيتالا كي فوش دخاته اه زورتاكا بل انما دخل على جملة هي يقوم بلكو ان شو تسر جملة كجملة يقوم ابوه جا لنتيجة دا وقت تعريفك بيقوم بمشي وهالله وشيتواني بل چونك يقوم خبر ان نيابتن شو كفعل بتانية خبرنا به بل كو جملة لبيت خبر فلا يحتاج إلى أن يجوب عنه أن يجاب عنه بأن المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف باشا إيه دقت كان وعرض برادراني خومك ويلزم منه استدراك قوله باشا بعد دخول هذه الحروف ولا إلى أن يجاب بأن المراد بالمسند الاسم المسند باشا فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم حتى يكون خبرها جملة مثل إن زيدا يقوم إيه باشا يعني أم جواب كباسكا كغتمان يقوم لو جهة وكيسناد ددري بلو أبوه بتنيا نابت خبر خد يقوم أو جوابا بيني أزمان دكا لم جوابك لدواي دادت كذا لما بزب مسند أو مسندية كيس بحثيكا بو ظاهرا أولي ردا تعريز بو شارح هندي يعني بلاريكا كجنابي جامعي هاويتا شارح هندي شارح هندي أمش أم إرادة دقيقة دلا أم تعريف أو هل دوشته بلان دوات الدهي أو تشاكي كاتواني على تعريفك با إن زيدا يقوم أبو خلد وشته باشا بلان دوائي دل بابا ما بس بمسنات علم جملة داك إما قتمان هو المسند بعد دخول هذه الحروف خبري إن وأخواتنا مسند بلدو داخل بين حرفانا يعني مسند بي إلى أسماء هذه الحروف
يعني شارح هندي بيش جامع ميلادي قلتوا خد إلادك شارح هندي نقلي كده جا خوش بختانا لم رجعنا دا جا رواية يتر سيرا بوشتا قلتش ليش كان بودتا بيشوا والله من بو حاشية دا قرام لسر كتابك فارسي لو كتابك قديمة فارسيانا كجيتا ما شادا كم نسرابو هندي على الكافية الله يتتبع ايكي زور قديمية وجوانش دخوين دري تواني اي شرح هندي لسر كافية كافية ابن حازم اوي كمولانا جامي لقالي دابستو جا هندي شوينم تماشاكد لوي كليل دا إراد دا قريو جامي جوابي هندي داتو بلا وابنو إرادانا همو لجي خوي دابون ديار بو بلا جامي بي قلصو في نارحتا بلان لإنصافو وجدان وهات وقصي كلوا چونك هندي لزانان شدلن لسر زانايكا باورتان ببرشي هالبستراوة يعني هاد أساسي شينيا بلان ديار بو أو بابتك من تماشام كر جامي لخوني إيران لهندي دقرينا اشتاكان واردن إيرادة كان لسر هندي واردن إيه جا پیش مولانا جامي جنابي هندي أم إيرادة دقري بيقومو كذا لبابكتو الله يقومو خبري إنه دي مسند بدا خو مسند هي بلا مسند برو أبوه أبدا لك هكا وشاهد أم جوابي هنديش زور ناشيري ني ألبتا جاوتو چونك زانان خوان لرازي بي أو صافي بشري زالة بسره ملاجانوكو بسره مشاه زالة تقوى حاشا الله قرا إيه جاري واشتي جواني يكتريش جيربي دخن آخر عادتانا هي لواقع دا مثلا شتي بي جيو بي رد الحق بي يقدلن ألبتا إما جوان لناقلين لودا أو چونك أو شري خو أبو خوان إما نبيع أو شرين ونلو شر داعين بلان بشتيش كبيك تدي بلين إما أوي ورناه لي بالنسبة يانا وانا مثلا أجر ابن هشام بأبو حيان دار أبو حيان بالصوادة نبي الله بالصوادنية وصكي ابن هشام ما قبلني نبي الله بالصوادنية وقت أبو حيان بابن مالك دار آوى نأشهد بالله واني وإما لي ورناه لي لوقتها يا وقت ابن مالك بابن حاجب دار نحوي صغير نأشهد بالله ابن حاجب نحوي كولنيا جاء دل بو نحوي كول بو نحوي صغيره دلت شونكا للاي زمخ اشتكاني زمخشري ورجتوا وزمخشري نحوي صغيره نشهد بالله ان زمخشري نحوي صغيره ان ابن ما ابن حاجب نحوي صغيره اما همويا قطب يقول له علم ده بلان اما كارمان بوني تشي بيتي لو كيف اخواني اما مسؤول اولين بلان اما اوشانان لي ورناغلين كبي نسبتي يكترو ديلن اي جالي ردا شارح هندي هرو إشكالي قيتو بلان دو أي جواب دا داتو دلكاكا ما بز باك دلك هو المسند لا كافية دا أو يعني إسناد رابي برو إسمكاني أم حروفة باشا إسناد رابي برو إسمكاني أم حروفة جا جوابك جوانا بلان إيرادي جكيلي بيداد بكيسي ديلا جا دلو وقت تعريفك بمشيوا حلنا وشايواني فلا يحتاجو أو يقصك بيوستي نابي برو أوك جواب بدريتو عنه لو إيرادي بأن المراد بالمسند المسند إلى اسماء هذه الحروف بويك ما بس بمسند لا كافية ده هو المسند يعني إسناد رابي بلو اسم كاني أم حروفة عباشا أو آوادلي يعني إسناد رابي بلو اسم كاني أم حروفة أما بس يوي أم جوابي كاستي جنابي مولانا جامي باسي كير بنياز من دكا لجوابي كشرحين دي داوية تواني بو چونك مولانا جامي نظري وايا هكا كتم دفرمي لك لسد المسند هو أي خبر إنا وخاتو المسند إلى شيء آخر عاوتم بمتلقي ديالي كلمة بيابي چونك دل أويك فهم دكري لمسند مسندك مطلقة نج مستدرابي نج مسندك بو اسم كان يم حروف بي يعني دلت چونك ابن حاجب برحمة بي بمتلقي هنا بيتي باشا أو جا أم تيكي وكو عرزم كنا ما بلارك دهاوية هندي كهندي لو كتعريفك بيقوم هلضا وشيتواني آواي قتويتي مسند لكافية دا مسند مطلقني يعني مسند إسناد بدري بلو إسمكاني أو حروفية باشا جاعود لو وقت أما مانقوت ليركان دا نياز بوناكا باشا وچونك دلو ويلزم منه باشا وبيش ديت منه واتا لو جوابك جنابي هندي دي داتواني باشا من هو أتيتواني بو جوابك اللي يجابو عن هو ورد جيلة باشا وبيش ديت
وفي ترى وقتها وبيش ديت يعني فلا يلزم منه وقتها وقت إما أم جواب أو دينواني بيزناك وقت تعريفك هلنا وشيت أو بيزناك جواب بدريته بو جواب هندي أما لايك ووقت تعريفك هلنا وشيت بيقوم وكو إما مولانا جميل فيلم جواب من دهواني اتلي بيش نايا زيادة بوني بعد دخول هذا الحرف بو چونك لواقع دا أدلاء أجر مسند لكلامي ابن حاجب ده لكافية ده ما بس مسند بيا برو اسم كان أو حرف يعني المسند هو المسند إلى أسماء هذا الحرف ما بس بيا يترك أم جملة بعد دخول هذا الحرف زائدة بو چونك لكلمة المسند كيعني اسند جاب برو اسم أم حرفانا ديارك أو حرفانا دشنا سلو مسند المسند إليها تازه ايتر امجاد دخول هذه الحروف او زائده ده بلا كلام غير الراس ذكا جادل اگر ايما بجوابك جنابي هندي بروين بريدا لا او ارادك قلتوانا لس تعريفك كتوانا تعريفك بيقوم هل درس چونك يقوم مسند هي برو ابوه مسند بلا باشا اها بوشوني كمسند نيا ويقوم بوخوي لواقع نفس الامر ده خبره اما مسند بلوش تشكا إما كجوتمان نابابا يقوم خبرني وكو خبر بوكو وكيسناد رابر أبوه خبرني بلكو جملة كخبرة ولا خدي جملة كدا إسنادك هي لواقع دا إما كارمان بوني لبين يقوم أودا خوي إسناد ويرتباتك يا بلان خدي يقوم أبوه وكا تيقرا خوي مسناد لواقع دا تالله إما كأوا جوابو دين نيازناك بم جوابي هندي كما بزبا مسند يعني مسند بإسناد رابي برو اسم كاني أم حرفانية ووقت أو جواب أو دينواني إتد چونك لجوابك هندي دا أو بيجدد كو أو جواب دايواني وقت مسند أو بكي إسناد رابي برو اسم أم حرفانية إتد تازا نياز نين ندكت بلا بعد دخول هذه الحرفي واتا أو تيكا زائدة وبيكارية إتد ويلزم منه أو عطف وصل يحتاجه أو لديتواني فلا يلزم منه إتد بيجنا منه لو جوابا كدراواني باشا يأنا يعني عفو منهم ما يبنوا بو جوابا اللي جوابا هو دجتو بو ينابي بو أو فلا انتقلوا تعريفة جتوانا وقتك تعريفك بيقومو نقزنا بي باشا اتر تازا بيوزناكا لوك تعريفك نقزناكا چي بيوزناكا زيادة بوني بعد دخول هذا الحرف يعني اذا لأكا بجوابك من جواب دي امتيك لكافية دا زائدانيا ولا اقب جوابك هندي بكي ولا امتيك بعد دخول هذا الحرف زائدة وبيكارية او ولا الى ان يجاب بان المراد بالمسند الاسم المسند فيحتاج الى تأويل جملة بالاسم حتى يكون خبرها جملة ودل بيسجناك جواب دريته بمشيويك وقت تعريفك او هلنا وشيته جواب من دايواني كبلا بروك وبركتوانا مبس بمسند يعني اسم مسند او بوي نياز ببي بو تاويل جمله باسم يعني جمله يقوم ابو خوب كانوا بتي تاويل كانوا باسم بوي خبرك شي بجورك خبرك جمله دبي مثلا مثل ان زيدان يقوم سيقوم تاويل كانوا مثلا جمله چونك فاعل تي لامسر كهو يا خوي جمله تاويل كانوا بتي باسم جادلا بيزناك اوا ام جوابك يا مدامانواني هيك كامل لمانه تازه بيزناك وجوابك اي ما كامله وكفادك ووادك يعني ترك هشتك لناو كلامك ابن حاجب داب رحمد به زائدة نبيت اي زوجك اوش او باشان لإدامة دا دقين او مثال ما مدينته مثل قائم في إن زيدا قائم قائم او مسند فانه المسند بعد دخول هذا الحرف اسد وا داخل بني ام حرف انا مسنده بيشتر مسند بو بران كحرف كان لنا بن اسك مسنده دو او مسنده كام حرفان لين ايه باشان وامره كامر خبر المبتدا اي حكمه كحكم خبر المبتدا في اقسامه من كونه مفردا وجمله ونكره ومعرفه في احكامه من كونه واحدا ومتعددا ومثبتا ومحذوفا وفي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من عائد ولا يحذف إلا إذا علم
والمراد أن أمره كأمره بعد أن صح كونه خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه ولا يلزم من ذلك إتر أو بحث شكاية. وأمره يعني حال وضع خبري إن هيك بو خبري إن أشتوانه حال وضع خبري إن وكو حال وضع خبري متداول يعني أي حكم خبري إن وكو حكم خبري متداول التي دا في أقسامي لا أقسامي خبري متداول لواي كمفرد بي جملة بي نكيرة بي يا معرفة بي ولا أحكامي متداول ولا أحكامي متداول لواي كيقدان بي يا دوبن مثبت به يعني لكلامك دا خبرك به يعني خي محذوف به وفي شرائط ولا شرائط خبر مبتدا دا امش هل وكو شرائط خبر مبتدا هي لو دا كاتك جمله به بيو زكا عائدك به وحذف عائدك كناكري مگر وا علم به ويقين به قرينه به وكو بيشتر باسمان كلا باسم مبتدا يعني دله خلاصه كلام خبر مبتدا لنزل بقلو خبر ان قياس بكرس الخبر مبتدا زور شاكا والمراد ما بس أويك أن أمره حال وضع خبري إن كأمره وكو خبري متداوية وكو حال وضع خبري متداوية باشا بعد أن صح كونه خبرا بوجود شرائطي وانتفاع مواني دواء أويك صحيح ببيت خبر ببوني شرائطه بانتفاع مواني يعني شرائط كان خلاصة الكلام أرادا بن بو أوي خبرك خبري إن بي وانتفاع مواني وأوش دانش كمان أن لبردم خبربوني إنا منتفيبا يعني ما بس أويا وقتك أوابو إتر حكمي تيه حكمي خبري مبتداي هيا إيه بابا بعصك أوايا كاكبرا ك وكو لخز من ايوي عزيز وخوشويستا عزب كدن ايسو تشاك استي ولا يلزمو دوبارا باسي چيكا يكا ديتا بيشو بو ايما باسي چيكا باساكا چي اوه يكدالي باوخي ونم عبارتكو اتر لچو امشتا دروز دبي ارسان لكن الله چي الله ولا يلزمو من ذلك أن كل ما يصح أن يكون خبرا للمبتدأ يصح أن يقع خبرا لباب إن باشا حتى يرد أنه يجوز أن يقال أين زيد ومن أبوك ولا يجوز أن يقال إن أين زيد وإن من أباك باشاك خوش ولا يلزم ليرد أنفر ما يشتي جنابي مولانا جامي دوبارا ما بلاريكا تعريزيكا دي هاويت أن بلاربو محقق راضي باشا بنسبة محقق راضي و أن بابا تدلي محقق راضي لخزمة إيوي برزو خوشويستا عرسكم ظاهري أمر إيرادي كي لجناب ابن حازم قرتوا باشا إيرادك أي أوي كتويتي أم كلام ابن حازم كذلو وأمره كأمر خبر المبتدئ إلا في تقديمه أو مطلقة حال وضع خبري إن وكو حال وضع خبري متداوية على أو بمطلقك قتويتي لحالك بحثك أويا خبري إن وأخواتي إن هند سربيتي تيدا بالنسبة خبري متداوى لغير أوداك مصنف بحثي كردو أوش أوي مثلا بونمونا خبري أم حروفانا ناكري مفرد بيو متزمن اشتي بي كصدارة كلامي ببيت وكو لباسي متدا داخلين لباسي لبابي متدا داخلين من كقوتبان جاري وايا خبر واجب بيش كوي كاتيق مفرد بو ومعنى يكي تيدابو كمعناك صدارة ديوست أعوى أعوى يتر أوى خالحي تايبكا إيه باشا كاكا عرضی خوش ویستان دکم لیره کانده او ایراده که جنابیان دیده که من خلاصه جواب که جبده موانه جبت مثل عبارته که اعترازه که اویه لواقع ده که دلی پیویز بو بیگو تایا و امره که امر خبری المبتدئی الا فی تقدیمه و
وإلا في تضمنه استفهاما. ده مثال دلية أعمتي كيف إضافة كده ما علي بقرة نجيرة خو ما علي كاول ندبو بو چونك أمشتكي بمطلقي هنا بلان خبري مبتدا دكري مفرد بيو هلقري معنى استفهام بيو واجب التقديم بيو بلان خبري باب إنا أوي بناكرت إيه جادلة لقل إلا في تقديمه أمتي كشي إضافة كده وإلا في تضمنه استفهاما وقت أم قيد زيان نكدوا أو بشا لأحكام خبري مبتدا ناكري قياسي كي تسر خبري إنا وخواتين لأنك خبري إنا وخواتين ناكري مفردك بي لوانا كهلقري معنى استفهام واجب الصدارة بي ناكريت أو يا بحثة كباشا إيه نتيجة جوابك ك بيجو عبارتك وخوانا من خزمتانا أو يكا دلبابا كدل حكمي خبري إنا وكو حكمي خبري مبتدا وايا ما بس هو كاتك دروز بيا ببيت خبر بو أمانة أها يعني تماشاكا زود جوان ديغة دل أما كاتك أم بحثة كدلين حال وضعي خبري إنا يا حكمي خبري إنا وكو خبري مبتدا وايا أو كاتك كدروز بيا أو اسمك يا مقصدك ببيت خبري إنا أخوي كتوب عصيدكي حل نطفة خفك لاوا باشا وكل نطفة يقوى اللي رحمه قراري نقرتو خلاصي كلام يتر جيجينه هو فاصيل بوتياجوا أصلا دلي علي أصلا اعتراضك جنابه دواريت نية بو شوك دلي أصولا هرين أدري خبري بابي إن بوشي ودر بك مفردة بهالقري معنى استفهام به هر لنتيجة دا أو كدل حكمي خبري إنه وكو حكمي خبري متداوايا مبسطيتي كاتيك وايا كدروز بي أو اسم بي وتخبري إنه وخواتينا أقد دروز بو بل أو حكمي أوي هي أيا قد دروز نبو نا إذا إيه. أمبشي كدل جناب كدو تتأيرات لجنابي ابن حاجب باشا حل بنرتا واردنا بي بو چونك إنه بو تحقيق وتأكيدا تحقيق وتأكيدش لقال استفهام مثلي سازگاري اني لواقيد باشا او يا لبر اويا مثلا اگر بيهني اين بيهني بلا ان اين زيد مثلا بونمون اب ان اين زيد مثلا ابلي بفرض مثال لا اصل صدارتك اين كد فوتي وچون كلا كلي بيج انك حال ارزم دبي جابو يدل حل ابن رتا ايرادك رضي جيكي خوينيا اه باشا دا فرمي ولا يلزم من ذلك بيوزناك لورا لو كذلين كحكمي خبري إنه وكو حكمي خبري مبتدا وايا وأمر كامري خبري المبتدئ لو بيوزناك كأن كل ما يصح أن يكون خبرا للمبتدئ يصح أن يقع خبرا لباب إنا أو لو بيوزناك هرشي درست ببيت خبر مبتدا درستش ببيت خبر بباب إنا تا حتى يرد أنه يجوز أن يقال أين زيد ومن أبوك بلا ولا يجوز أن يقال أين زيدا وإن من أباك على بيزناك لو راك ذلين حكم خبري إنه حكم خبري مبتدا وايا هاشتك دروز ببيت خبر بو مبتدا دروز جب ببيت خبر بو بابي إنا أو بيزناك تاوك وارد ببي بإيرات كبلكا كتشون دروز تبلي أين زيد يا من أبوك كما دير دا خبر كان من أداتي استفهام وصدارتي أن يبيش كوتون بلان دروز نيا بلاي كاكا إن أين زيدا إن من أباكا ديتو چون دالي وامرو كأمر خبر المتدئي علين كاكا أو كأمر وك أمر خبر المتدئي بمعنانيا حرشي قنجا بو خبري مبتدا داش قنجي بو خبري بابي إلا نخي أما بو خبري بابي إلا نا قنجي وقت نا قنجي هر إرادك وارد نيا إرادك راضي بيجي يا رحمة الله بابد والله إتن شكرا لي توزي بإنصافة لبالي ابن حاجب وقصي خوما مذاب ويا أوي منك متابعة كدوة هملة ثقة هملة أصول دا وهملة نحو دا يشيك بيشيك ديت أخواري أخوالي أخلي كسي تكيبو دابينك أي شوي دابيت أخواري أتل لم كتابي جامي دا بقشتي جوابي إلا ذكا نرضي دلاوة ولا سي ابن حاجب بقشتي أهلوتك إلا في تقديمه أي ليس أمره كأمر خبر المبتدئ في تقديمه بلى إلا في تقديمه مجر لتقديم خبر مبتدأ يعني
امري خبري انا هي امره اتتب خبري انا امري خبري انا وكو امري خبري مبتدا نيه في تقديمه لفيش كوتني خبري مبتدا هيك اتتب خبري مبتدا يعني خبري مبتدا دروز بو بيشكه بلا املك جابوي ام ليس امره اولدك اي ليس امرك من خبري مبتدا بوي مصصنا من هو ككل كلامك دا برداش دك يود بيندري بوي بو من درخا كلا وقعدا كمصصنا من هو كأويا باشا فإنه حال جرى ولا يجوز تقديمه على الاسم هي كتب خبر إن خبر إن ناكل بيش اسمك يخويب كبير باشا بلام وقد جاز تقديم الخبر على متلي دروز بو بيش كخبر من لباي متلا دا خبر بيش ممتلا بكبير أمتى بو بيش دروزين بيش كبير وذلك لأن هذه الحروف فروع على الفعل شوك أم حرفانا فرعا بوشي بو فعل التي لا في العمل إلى عمل ده باشا كاكا فأريد أن يكون عملها فرعيا أيضا ديهوه إرادة دكري مبسط بودبيت كعملي أم حروفانش فرعي بن دوبارة هاكا بو حروفة تتواني طلع أم حروفانا فرعا على الفعل فرعي فعلا لنسخيكا فروع للفعليتي يعني على بمعنى اللامج بإشكال جانا فروع بو فعل باشا يا فرعا لسر فعلا والتي لا لعمل ده باشا مبسطك أن يكون إرادتك له قصدك له مبسط بيت بوكا أن يكون عملها عمل أم حرفانش فرعيا أيضا وكو خوان فرعا بو فعل عملك شان فرع بيت باشا إيه زود شاكا دي والعمل الفرعي للفعل أن يتقدم المنصوب على المرفوع عملي فرعي بو فعل أوي كمنصوبك فيج مرفوعك كوي والأصل أن يتقدم المرفوع على المنصوب أما لكتبش كشهر أمام آخرين وعملي أصلش أو دخوازه كمرفوع كي بيش منصوب كوي بويا مرفوع فعل بيش منصوب كوي تبلا منصوب أمانا بيش مرفوع كيانا ويا دي فلما أعملت الفعل الفرعي بلي فلما بلي أعملت العمل الفرعية آوى لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأولي إيه ده لو وقت عمل ينكرت أم حرفانا زميري أعملت أتتوبوش بو حروف من بس إنه أخواتي لكاتيك عمل ينكرت أم حروفانا فلما أعملت العمل الفرعية أم حروفانا عمل ينكر بويني عمل فرعي كما سبكان بيج مرفوع كان وبو إجازي تصرف ندرا ولدو معمول كان يندا هكذا وحرفة تتواني لدو معمولي أم حرفانا دا بشي إجازي ندرا بتصرف إجازي تصرف ندرا تصرفك بشي ببيج كوتني ثانيهما دوها مكان لا اسم خبرك على الأول بسر أولك دا يعني خبرك بيج أولك إجازي أول ندرا كما يتصرف في معمول الفعل هل أقول لدو معمول الفعل لا تصرف ذكر أول فعل بيش ما فعل دو كتي ما فعل دو بيش فعل كل جار بيش فعل كش ذكر وكو ديخوين إن شاء الله بول نقصان عند درجة الفعل لبر أوي أم حرفان هكب وحرفة تتاني كم بوديان هيا نقصانيان هيا كم كوريان هيا لدرجة فعل يعني درجان درجة فعل نيا بنسبة درجة وجيغة وبيغي فعلوا كم بوديان هيا أمانة باشا إيه أو مش أفرمي إلا أن يكون الخبر ظرفا أي ليس أمر كامري خبر متلي في تقديمه إلا إذا كان ظرفا حال وضعه كأتتب خبر إنا خبري إنا وكو حال وضعك وكو خبري مبتدا وانيا لبيش كوتني خبري مبتدا دا مقر أوا كواتب ظرف به أما أقا خبري إنا ظرف به فإن حكمه حكمي خبري إنا إذن حكمه حكمي خبري متلاذة به حكمه أول وخبر إنا تتواني حكمه دوم وخبر ثلاثة تتواني حكمي خبري إنا أو كاتي كزرف بو حكمي خبري مبتدا في جواز التقديم لبيشكوتن لدرزبوني بيشكوتن دا باشا كاكا إذا كان الاسم معرفة إيش كاتي كاكا اسم كتب معرفة به نحو قولي تعالى إن إلينا إيابهم باشا بابجي وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة يسألي ركانا دا مثلا إلينا كظرفة بيش إيابهم كوتوا مكا نسي قرآن الشهر
وفي وجوبه ولواجبني تقديم كذا باش هيك بتقديم الستوانه يعني تقديمي خبرك بسر بلين اسم كذا اذا كان اسم كذا وقت اسم كان كلمه وان من البيان للسحر او اللي ده واجب من البياني بسر سحرا ده بيش كسحر اصلا نشيره يا وان من الشعر مثلا بونمونا لحكمه ظاهرا ما هو حديث وابه واظنم بحثك لويه على بيان تياتي لبيان سحر هيا مثلا چونك هندي كس بتاثيراتك كهيتي لقصك الدندا قصكاني وكو شون سحر لسر دلو درون اثر دادنه وترف بنوع مادة به بسحري أو ساحرة أو كسر أجب بيانك فصيحها به واقعا ترفئة ومدهوش مسحوري خويرك على وقده وفاشا ولا شعر دا ولا هي لشعر دا حكمة باشا يعني باشا لشعر حكمة يعني قصيتي حقا وكو نهج شرع وايا وكو رجع الشعر وشرع وايا مثلا كمال الديوان هن بن منائي حسان بن ثابت ظلنا مشاريع ويا ظلنا مشاريع عبد الله بن رواحة يا ظلنا مشاريع لكوري أبي طالب مثلا يا مثلا ظلنا مشاريع شعري كوري كعبي كوري مالك مثلا بن منا إيه مثلا بن منا يتر أوانا شونك بنهجي شرع دان الشعر كان عند فلمي لشرع حكمتها يا حمو شعرك بعطلني لواقية تيش ياتي بابتي زور جوان زور ركوكيك وزور باشي تلا إذا ما واقيتك إيه لخزمتان عرس كم وذلك لتوسعهم في الظروف ما لا يتوسع في غيرها دليلك شي أويا كخبري إن لغير ظرف بندانات وانا بيشكويت أه. باشا أو دليلها دلي عرب توسعيا هلا ظروف داني بالنسبة الظروف و توسعي في لدن بربلاويك بو ظرف لنظر دقلن يعني لچوار شوية كي تسكبرة داينانين باشا لچوار شوية كچوار شوية كيش كولي بي قطعا قراري نادن بلكو ميداني كي قوري لدن ندست باشا چونك عرب توسعيا هي لظروف دا بربلاوي قائل لظروف دا لپیشو بلا دعا بلا هر شونه کشته لیا ما لا يتوصو في غير او قائلا بوظرف لبابي توصو دا شته كوا توصو نادن ريقه نادن كتوصو بدري في غيرها لغير زرف دا هكا بوظرف شتواني همان كارتي كاش بحثم كلدوا مثلا هر شته كرو دا پیوستا لزمان دا بيا لمكان دا بيا مثلا هرو دا بيقرو دا امرو داوا ذاتي أمر داوا زماني دبيو مكانشي دبيو قبولا رداوك هر رداد هروايا زمانشي بيوسو مكانشي بيوس باشا ديلا نتيجة دا زمانك يا مكانك خوي زرفا باشا أو زرفا لقل أوشتدا كتيار رداد مثلا زرفك وكو خزم نزيكي محرمي لدبو إنسان باشا كلواقع دا خزمي نزيك كمحرمتا ديتا مالكت لها مكاتك دادي هل وقت اشتاي دابي بلان غيري خزمكت عوانايا مثلا يسال لي من كأم درست وما دكم بستي دابي بيان زيشو اگر من مثلا برازاها كم هبه برازاها كم اسي اتوانا بهيد مشكلة هنية بلان كابريا كبيغاني وكاريشي بيمبي سيلي درغانا دا چون كدل شاعت خوت بيا شاعت كاتي صحت بيا عيب الى ده حالي دغلي بو بياني بلان كوراكي خوت دو شويدت سي شويدت هر كاتي كشتال بيدت جا ظروف لكلام دا نقشي قريب حميم يعني هيا قريب يك قريب گرموگور لغل انسان دا خدمت بيو نزيق بيه ليتو گرموگور بيه هر كاتي تو بيگري لكاتو وقت كاني شودا موداي هي وإجازة هي كبيتنا ومعركته وكاري هي حرشتك بيه دتوان بيه بلان كسانيش كانت توان جاء أو كان كي غير زرفن حكم أجنبيان هي بلان ظروف بالنسبة أنبابتي تقديم وتأخير وشتوا
حكمي قريب هي اشتري بسيطة في الشغل بابس اشكالي تدني اوش كوتاي ام بابا تمان دخوا دعوة كارم قايلو تنفيق بهمولاك دا هملاتان بيزداني مظن نصفيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.